قل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فأنت مصطفى إذا أعانك الله ولزمت كتابه وأحببته وقرأته وتدبرته، هذا عظمة. القرآن تلاوته وتدبره وهو بين يدينا، وحقيقة يعني من نعمة الله عليك أن يجعلك يعني ملازما لكتابه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فأنت مصطفى إذا أعانك الله ولزمت كتابه وأحببته وقرأته وتدبرته، هذا عظمة وهذا صفة. ولهذا حتى المصطفين من هذا قال فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سائغ. مع أنه ظالم هو مصطفى. وحينما نقول تدبر القرآن، ليس كل المسلمين يقرؤون القرآن كاملا. تدبر ما تعرفه. الفاتحة كلنا نعرفها، اجتهد أن تقرأها ولا تتمل، لا تمل من قراءتها ولا تمل من النظر في معانيها، لا تمل أبدا. اقرأها، كلنا نحفظها، اقرأوها افهموها. الذي لا تفهمه اقرأه من الكتاب، اسأل عنه الشيخ، اسأل عنه من حولك. لا لا يعني، والتدبر طبعا ليس 24 ساعة، لكن وانت في المسجد تقرأ، اقرأ بالتدبر، اقرأ قصار السور، ما ليس كل الناس يقرأون الطوال، اقرأ المعوذات، افهم المعوذات، يكفي أن تفهم المعوذات، والمعوذات يعني فضلها وعظمتها ومعانيها شيء، اقرأ. المقصود تدبر القرآن، اقرأ بالتدبر، واجتهد في التدبر. فهذا أيضا من كما قلنا من طرق الاستقامة. القرآن كما تعلمون فيه قصص وفيه أمثال وفيه تاريخ وفيه أحكام وفيه آيات وفيه عبر وفيه يعني وأمثال إلى آخره. فتدبروه وقرأوه.